اسمه احمد عبد الله السمان. طب حضرتك شايف ايه القانون اللي في مصر بيظلم الرجل؟ ايه اللي مقتنع ان صالح المراه بيظلم الرجل؟ والله بالنسبه للقانون اللي بيظلم الرجل، الرجل مش مظلوم في حاجه. معلش، الست هي اللي شايله الحمل كله، وهي اللي شايله، يعني الراجل لما يتوفى الست اللي بتصرف على اولادها، اللي بتشتغل واللي بتكافح عشان تاكل اولادها. وفي نفس الوقت الدوله بتديها، مثلا لو مثلا جوزها توفى بتديها 350 جنيه، 350 او 400 جنيه يعملوا لها ايه في الزمن اللي احنا فيه دوت؟ النهارده العيشه بيتغلى، والستات بتشقى وتتعب، ويعني والاسر مش واخد حقها في الدوله. يجوز خلع زوجها من المحكمه وان كان جوزها ده ملاك وممكن يكون مخطئ، انما في الغالب والاعم لو رحنا المحاكم الاسره هنلاقي كم كبير قوي من الطلاقات اللي هي موجوده من الخلع، وسببها المراه، او المراه بتتدلع، او ان هي عايزه تتجوز جوازه تانية، او ان هي مش عاجبها وشه، او وشه مثلا كشري شويه ومخلفه منه، بس ايه يعني يعتبر يعني ايه مش عاجبها كده شكلها، مثلا ممكن يكون قصير شويه كده فمش عاجب مش عاجبها الوضع، فعايزه واحد طويل شويه كده، فتروح ايه جايبه شهاده شهود وتخلع زوجها وبالسلامه يا قلبي. لا طبعا، واضح حق المراه، بدليل ان المراه شغاله وفي شباب كتير قاعده مثلا، يعني بتخرج وهو بيقعد، وفي لي ستات كتير شغاله، صح ولا لا؟ طب بتحجز المراه المصريه على ايه؟ ايه الحاجه اللي واخداها المراه المصريه الراجل بيحجز عليها؟ ان هي واقفه مع راجل في كل حاجه، ما بيسيبوش. في تفكك اسر بسبب المشوار ده، يعني المفروض الواحده بالنسبه للزوجه المفروض انها تصبر، المفروض مكتب التسويه المنازعات ده يكون له عامل اساسي، لكن النهارده طلبها بيكدوه له وبيكتب لها كلمتين. لا ده المفروض بدل ما قعدت مثلا يرفع الدعوه مسافه 15 يوم، لا ده المفروض قعدت 6 شهور يشوفوا مره واثنين وثلاثه، ويشوف الغلط من مين، ويفرض على الراجل شروط، ويشوف اذا كان هو هيوافق عليها ولا وافق عليها ولقى العيب منها. جميع مستحقاتها تسقط وملاش اي معاش او اي راتب ان هي تاخده، لان لما انت لما الانسان يعمل لها راتب ومعاش ومعاش مطلقات وكلام من ده بتزيد. المراه المصريه هي تمثل تاريخ مصر على مدار 7000 سنه، منذ 30 اسره فرعونيه اللي حكمت مصر، وكان فيها وكانت من 7000 سنه كانت السيده واخده كامل حقوقها، بل كانت بتتولى الملك. طب لو هتوصف المراه المصريه بكلمه عليها؟ المراه المصريه حماله الاسيه، مع زوجها، مع اولادها، مع اخواتها، مع مجتمعها، حماله الاسيه.